commercial ou du business. Ça veut dire qu'on doit contribuer aux communautés locales et différentes façons de contribution. Aujourd'hui, Canon est connu pour être une marque comme ce qu'on a fait ultérieurement. أود في البداية أن أشكر كانون بجهوي على إفريقيا والشرق الأوسط وأيضا العالم، وأيضا كانون بالمغرب على الدعوة الكريمة لحضور هذه المبادرة القيمة المهمة جدا هنا بجايتكس، اللي هي مبادرة وود أنسين أو كانون أنسين. إذا هذه المبادرة ديال وود أنسين مبادرة وود أنسين اللي هي واحد المبادرة مهمة جدا أطلقتها كانون اللي كتمكن الأشخاص فاقدي البصر أو ضعاف البصر باش حتى هما يشوفوا الصور ويتمتعوا بها، وهذا بالنسبة لنا مهم جدا لأن ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة أولا لحقوقهم وثانيا إدماجهم في المجتمع، هذا واحد المبادرة مهمة جدا خاصة أنها كتعتمد على الإبداع التكنولوجي، وهنا تنهنئوا شركة كانون لأنها استغلت واستعملت الإبداع التكنولوجي من أجل إدماج الأشخاص فاقدي البصر. وانتم كتعرفوا بلادنا يعني كتعمل مجهودات كبيرة باش تمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من حقوقهم تحت القيادة الرشيدة ديال صاحب جلالة نصره الله، وشفتوا كيفاش يعني الحكومة المغربية اشتغلت باش نخرجوا المرسوم ديال بطاقة شخص في وضعية إعاقة اللي كيفتح للأشخاص في وضعية إعاقة باش يولجوا الحقوق ديالهم والخدمات ديالهم طبعا تفعيلا لمقتضيات دستور المملكة. أول شيء نبغي نشكر مجموعة كانون وجيتك أفريكا على الدعوة الكريمة وعلى التنظيم الرائع لهذا الحدث الغير مسبوق بجهة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. ونبغي نحيي المبادرة الطيبة لتقريب العالم الغير مرئي اللي كان إلى حد ما غير صعب الولوج بالنسبة للأشخاص ذوي الصعوبات البصرية، ولكني اعتقد انه بفضل هذه التجربه الغير مسبوقه غادا تفتح اكيد افاق، وكما اشارت ليه معالي الوزيره مشكوره انها غتفتح افاق غير مسبوقه وواعده بالنسبه لكل البرامج التي من شانها العمل على ادماج هذه الفئه في محيطها في وسطها الاجتماعي، وكذلك بامكاننا ان نستلهم من هذه التجربه بعض التجارب اللي يمكن انها يتم إدماجها في البرامج التربوية كذلك من أجل تسهيل الولوج إلى المعلومة وتقريب وتسهيل المسار التربوي للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. طبعا بإمكاننا أن نعتمد هذا النموذج الغير مسبوق في مجالات أخرى كما هو الأمر بالنسبة للمجال الفني، وأشكركم مجددا على حسن الاستضافة والسلام عليكم ورحمة الله. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي تابونوا معنا فلاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.